وسهلا بكم في فيديو جديد باذن ربنا. في الفيديو ده هنكمل سلسله صوف السريع بحركه جميله جدا اسمها الجان صوف. الجان صوف بتصد بيها ركله جانبيه او بتصد بيها لكمه ممكن تيجي في الضلع. طيب احنا شرحنا قبل كده الجان صوف على الود انضمي، باذن ربنا في الفيديو ده هنشرحها عملي مش هنشرحها نظري. بس برضه في اول الفيديو حابب افكركم الجان صوف بتطلع ازاي. الجان صوف بتطلع من السنتر لاين بالجزء ده وبتنزل لتحت وبيكون موازي للجسم. لما تيجي تضرب عليها الود انضمي هيبقى بالشكل ده، واحد اتنين واحد اتنين. جان صوف، الجان صوف لو انت عملتها لشخص انت ممكن تاذيه لان الركله الجانبيه بتاعته هتكون اكيد عرضيه، والجان صوف ديت طوليه بالشكل ده، فانت كده هتبهدل الدنيا معايا، ونفس الحكايه في اللكمه. طب دلوقتي نروح للفيديو. مثلا دلوقتي هو يديني ركله جانبيه، اضرب كده ركله بتصدها بالجان صوف بالشكل ده، انا عايزك تدي لكمه ركله قويه. اي بالشكل ده، اضرب ما تخافش اضرب بقوه بالشكل ده. هو على فكره هو اتوجع، انت اتوجعت في رجلك صح، عشان كده هو مش قادر يدي بقوه. ليه؟ لان انت دلوقتي الرجل انا بصدها بالشكل ده طولي، وهو اساسا رجلي بتبقى بالجزء عرضي، فطول ما عرضي يتبهدل الدنيا، فعشان كده اضرب تاني. هي خبطه بالشكل ده هو كده اتوجع تاني، معلش هو الراجل دلوقتي هروح من غير رجلين النهارده. اصبح دلوقتي هتصد بالجام صوب بالشكل ده. طب افرض هو ادالك لكمه جانبيه بالشكل ده، اضرب لكمه بالشكل ده، اضرب كده. في غلطه كبيره، في غلطه كبيره الناس بتعملها. لو انت صديت بالشكل ده اللكمه برضه هتدخل وهتدغدغها. طب انت بتصد ازاي؟ اضرب بالشكل ده، فاصبح دلوقتي انت بتعملها محاذيه للجسم ما بتبعدهاش. يعني مثلا اضرب بس ببطء ببطء، لو انت صديتها بالشكل ده كمل، هي اصبح دلوقتي خبطت. طب انا بصدها ازاي؟ اضرب ببطء بالشكل ده، فاصبح دلوقتي انا بخلي الايد قدام الرجل. لكن انت لو صديتها من بعيد اضرب، لا كمل كمله، فاصبح دلوقتي هي كملت. طب اضرب تاني بقى بقوه بالشكل ده، خلاص هي بعدت، وبعد كده تقدر تخش تاني. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، فيديو سريع، ونشوفكم في فيديوهات اقوى.